بسم الله الرحمن الرحيم. الأبناء الطلاب النجباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل معكم في شرحنا لدرس من دلائل قدرة الله، وكان في المرة اللي فاتت وقفنا في الآية اللي هي يخلق الله ما يشاء، وعرفنا إن الآية دي بتدل على أن هنالك مخلوقات تمشي على أكثر من أربع، اللي هي السؤال بتاع أين نجد ذكر المخلوقات التي تمشي على أكثر من أربع. بقول في قوله تعالى يخلق الله ما يشاء، ممكن السؤال يجي بصيغة تانية، اكتب لك الآية نفسها يخلق الله ما يشاء، يقول لك على ماذا تدل هذه الآية، حتقول بتدل على أن هنالك مخلوقات تمشي على أكثر من إيه، من أربع. طيب سؤال تاني ممكن يقول لك هات مثال لمخلوقات تمشي على أكثر من أربع، هات مثالا لمخلوقات تمشي على أكثر من إيه، من أربع، أي أكثر من أربع أرجل. طيب مثال العناكب، زي ما قلنا العناكب تمشي على أكثر من أربع، هذا مثال لمخلوقات تمشي، وقلناهم 44 برضو وغيره يعني إن وجد. فده كله مذكور أو داخل في قوله تعالى يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء إيه، إن الله على كل شيء قدير. طيب السؤال الثابت المعتاد، اضبط بالشكل، اضبط بالشكل، دي من الأسئلة الثابتة المهمة. طيب اضبط بالشكل الكلمات الآتية، كلمة يسبح مثلا، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات مثلا، برضو ممكن لأن فيها تضعيف فيها تشديد، طير صافات كل علم صلاته وتسبيحه والله عليم ما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ألم ترى أن الله يزجي سحابا، طبعا كلمة سحاب لقيتنا قبل كده، يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ما يشاء ويصرف عن ما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والله خلق، لا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والله خلق كل دابة مما. طيب إلى آخر الآيات، دي أهم الأسئلة الواردة، يسبح، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، صافات، يزجي سحابا ثم يألف بينه، فترى الودق، فترى الودق يخرج من خلاله، والله خلق كل دابة مما. دي أهم الكلمات الممكن يسألوك منها في الضبط بالشكل، تركز على ضبطه الصحيح. إن شاء الله أي سؤال بالمفهوم ده تقدر تجاوبه. ده مجمل كلامنا في درس من دلائل قدرة الله تعالى. أنا أوصيكم أبنائي الطلاب بالمذاكرة المستمرة درس اليوم باليوم، ده مفتاح النجاح والتفوق إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه إلى أن نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.